يعني أول تعليق يتعلق بمنظومة الإدارة. نجاح أي حاجة في الدنيا، أي عمل في الدنيا، أي وظيفة، إعلام، ثقافة، سياسة، منظومة الإدارة. و دكتور أحمد طبعًا مشهود له طبعًا. يعني لا لا طبعًا. يعني منظومة الإدارة ويمكن مش مناسبته الكلام ده، بس هشير بيه بسرعة إن أضعف حلقة في منظومة الكرة عندنا حلقة الإدارة. بس مش وقت الحديث عنها. سواء على مستوى إدارة الأندية باستثناء النادي الأهلي، معلش يعني إن هي الإدارة عنده دقيقة ومنضبطة طول عمرها. بالإضافة لإدارة اتحاد الكرة، دي أضعف منظومة عندنا اللي هي منظومة الإدارة. ومنظومة الإدارة دايما لا تستبعد المواهب، لأن هو نجاحها في المواهب. بس بتعرف تظبط الحدود علشان ما فيش حاجة تفلت، وتخلي ان الموهبة في خدمة الفرق وفي خدمة الفريق. ويورجن كلوب بالمناسبة اللي ضرب بيه مثال ابراهيم، يورجن كلوب يفرق عن جوارديولا في دي. عنده السنس، عنده السنس النفسي، وعنده انه بيعامل ده التاني عنيف. بس الكابتن جوهري الحقيقة كان خطير جدا في 86. هو راجل خطير طبعا بشكل طبعاً عام. انما هو دخل البطولة بروح الحرب. دخل بخدعة. قال لك انا رايح اجيب المركز 13. انا عايز اقول لحضرتك حاجتين على الكابتن الجوهري مهمين جدا جدا. والجوهري عمل حاجة فارقة في تاريخ الكرة المصرية. شوف انا بس بقول لك ايه، اقول لحضرتك الجوهري الاهلاوي لما درب الزمالك هو الشخص الاول في مصر الذي ضرب التعصب. يعني راجل اهلاوي ومشهور بيه ان هو اهلاوي، وراح درب الزمالك وهو كده. فهو ضرب ده، ضرب التعصب تماما. الجوهري الراجل عسكري. فكان في هذه الصرامة في الادارة. الجوهري عمل حاجة تالتة، معلش حضرتك اشرت ايه دلوقتي يا دكتور محفوظ، وانا عايز معلش اقولها ومحدش يعني ايه يزعل مني. هو ما في حاجة اسمها افق التوقع. يعني بلاش نعرف افق التوقع قوي. معقوله يعني ممكن قصدها؟ يعني طبعا هو قال في 98 قال دي خدعه. طبعا يعني هو بيقول كده للناس، بيقول كده للناس وما بيقولش كده للاعيبته. احنا مش عايزين كاعلام بقى، لان انا النهارده يعني ضيف على اعلامي كبير في برنامج اعلامي، مش عايزين نرفع افق التوقع. لسبب بسيط، الفرقه بتاعتنا فرقه ممتازه، مرشحه دايما مرشحه، تستحق دايما مرشحة. تستحق الفريق من احسن الفرق، من احسن المدرب، كويس المدرب ولكن احنا في الاول وفي الاخر بنلعب كره قدم. في حاجه اسمها توفيق طبعا، في حاجه طبعاً اسمها طبعا الفرق. دي روح رياضيه يعني. فاحنا طبعا ده في الاخر. انما انا بتكلم ان عايزين نستفيد من درس الجوهري. يعني بص يا دكتور، يعني انا عايز احضرك حاجه. لو احنا كلنا المصريين كلهم جايين قاعدين على ان مصر راح تجيب الكاس وراجعه، دي امنياتنا. انما ما ينفعش يبقى ده احتمالنا الوحيد.